Ben bugün Fatiha ile birlikte Kur'an-ı Kerim'deki duaları içeren biraz ayetleri seçtim. Onları okumak istiyorum. Çünkü işte Rabbimize karşı elimizi açmış, dua etmiş olalım aynı zamanda diye. Malum Fatiha en güzel dua, duaların özü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakime sıratal lezîne en'amte aleyhim. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina azaben-nar. Rabbena افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول
اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من
şeyin fil ardı ve la fis semâ. Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti, Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbi edhini mudukhala sıdqin ve ahricini mukhraca sıdqin ve cealli min ledünke sultanen nasira. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Rabbena amennâ faghfir lana verhamnâ ve ente hayrul rahimin. Rabbena sırf annâ azâbe cehennem. İnne azâbehâ kâne garâmâ. İnnehâ sâet müsteqarran ve mukâmâ. Rabbena hab lana min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve cealna lil muttakina imama. Rabbi hab li hukman ve elhikni bis salihin. Rabbi ansurni alel kavmil mufsidin. Rabbena ufir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Sadakallahul azim. El Fatiha.